صاحب القفاز الأبرز وحامي العرين الأمين، أسد الأطلس وأيقونة الأمان لمرمى الزعيم. منذ قدومه للكتيبة الزرقاء أصبح الحارس المغربي ياسين بونو هو مصدر الأمان والاطمئنان الأول والسد المنيع للعرين الهلالي. ما قدمه بونو منذ أول وقوف له للذود عن شباك الهلال ساهم بشكل مباشر في تتويج الفريق ببطولتي السوبر السعودي ولقب دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم. ففي دوري روشن خاض ياسين مع الهلال 29 مباراة، خرج في 15 منها بشباك نظيفة وب18 هدف فقط أصابت شباكه، وبتصديات وصلت ل58 تصدي بنسبة نجاح وصلت ل76%. وعلى مستوى دوري أبطال آسيا شارك بونو مع الهلال في 5 مواجهات، نجح في الخروج في 2 منها بشباك نظيفة، فيما حقق 8 تصديات بنسبة نجاح بلغت 73%. وفي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين تواجد مع الأزرق في 4 لقاءات، واستطاع المحافظة على نظافة شباكه في 3 منها، واستقبل شباكه هدفا وحيدا بينما نجح في التصدي ل6 محاولات. التأثير الكبير الذي أحدثه المغربي بونو على الحراسة الهلالية بات واضحا خلال مشوار الفريق هذا الموسم، وهو ما جعل المدرب جيسوس يضعه كأول أسلحته ليثبت بونو براعته، وهو ما جعله يتوج بجائزة رابطة دوري المحترفين كأفضل حارس 3 مرات حتى الآن.